يوجد الـ X axis اللي هي LC مرفوعة للقوة 3 على 2 في تحت الجذر H على الـ K في الـ AM. الـ LC وجدها هذه، وتحت الجذر الـ H ناطك إياها 100، الـ K 45، الـ AM قلنا thickness في الـ LC، thickness 0.003 في الـ LC 0.0215، إذا طلعت لي الـ X axis 0.585، بعد ديرات أقاطعها ويا من الـ X axis. هذه اللي أنا وجدتها قاطعها ويا R2C على R1، فيجا من هنا وجد الـ R2C على الـ R1 قسمها طلعها 1.86، يعني كأنما قريبة على 2. إجا هسه قاطع هنا دا يقول لك 0.585 قاطعها ويا الـ 1.86، إذا وجدها الكفاءة 0.75، يعني كأنما هنا شوية عن الخمسة هاي. من هنا تسحب خط عدل وين قريب على الاثنين هنا، وتجي عندك تاخذها خط هنا، فاذا وجدها تقريبا انا هواي صعدت هي هنا، هواي صعدت 0.75. انت اذا وجدتها 0.75 0.77 0.78 0.8 هم مو مشكله، لانه هي تقريبيه. زين يعني ماشي. الكيو مال تلفن ايش قلنا؟ قلنا الكفاءه 0.75 في الكيو ماكسيمم. الكيو ماكسيمم هي هاي اللي هي مساحتين باي، هاي المساحه اللي وجدتها R2C تربيع ناقصا R1 تربيع في الH 100 في T بيس 120 ناقص 35، فطلعت لي الكيو بوجود الفنز 61. الافكتيفنس هي قلنا شو تساوي لي الكيو اللي انا وجدتها مال الفنز هذه 61 على المساحة، كأنما هاي شلتها، هاي هنا هاي شلتها قطعتها، فش راح أخذ؟ أخذ الثيكنس في العمق، فهو إيش أخذ؟ أخذ 2، فهنا إيش أخذ؟ أخذ باي كأنما في الدي في الإل، فهي باي في عندك الدي اللي هي R.025 في 2، يعني هذه 2 في الآر، هذه راح تكون عندك باي في الدي في أخذ كأنما العمق مالتها اللي هي العمق مالتها هنا أخذها اللي هو نفسه thickness 0.03 هو اعتبرها الـ L. زين عيني الـ H اللي هي 100 في 120 ناقص 35 طلعت لـ effectiveness 15. فهمتوها الـ effectiveness؟ دكتورة بس عيد هاي الخطوات. يعني هنا ايش اخذ؟ ايش عندك نص القطر ايش قد 0.025، يعني باوع انت، خلينا نعيدها. الافكتيفنس راح تكون الكيو اللي انت وجدتها بوجود الفنز على الكيو، كانما هنا ما عندك فنز، كانما هذه ما عندك بها فنز. ايش قلنا ايش تاخذ من ما عندك فنز؟ احنا مو قلنا الاتش في الاي في الدلتا تي، الاتش 100 هذه انتهينا من عندها، هاي 100 الدلتا تي انتهينا من عندها اللي هي 120 ناقص 35، هاي ما عندنا بها مشكلة. نجي ناخذ هاي المساحة بعدم وجود الفنز، كأنما هسه انت هذه قطعتها، زين كأنما هذا جيت قطعته وذبيته، هذا ذبيته. انت تريد تاخذ المساحة مات هاي البيس، هاي مساحة البيس، هاي كأنما هاي ما موجودة الفنز. هاي مساحة البيس شو أخذها؟ أخذها كأنما باي في الدي في الإل. باي في الدي أنت عندك إيش قد القطر؟ 0.025، فباي في 0.025. الإل أخذ بس يعني ترى ما أخذ طول كل الأنبوب، ما تأخذ طول كل الأنبوب، لا تأخذ بس الطول اللي كانت قاعدة علي الفنز. طول الأنبوب اللي قاعدة علي الفنز هي نفسها الثيكنس مالت الفنز 0.003. فهمت علي؟ فأنت كأنك تمام فهمتها عيني؟ فهذه راح تكون عندي باي الدي اللي هي نص القطر 0.025 في 2 باي في الدي. هاي الال هنا اخذ ما اخذ كل هذا الطول مالته، يعني ما اخذ طول هاي كل الاسطوانه، وانما فقط الطول اللي قاعده عليه الفنز، فراد هاي المساحه اللي هو نفس السمو
عافية نفسها سموك الفنز فراد كأنه أنت تصورها أنت هاي المقعدة الفنز فش قال قال الكيو مالت الفنز ومن قطعتها من ماكو الفنز إيش قد الحرارة ده تنبعث من البيس من البيس فقسم الإفكتيفنس الكيو مالت الفنز على الكيو كأنما مالت البيس فهي طلعت لي الإفكتيفنس تمتين